بتأمين الحدود المصرية مجهود ونتائج يومية في كل المجالات اللي أنا بقولها، نتائج يومية بعضها ما هو يعلن وبعضها ما لا يعلن، إنما المجهود يومي والتعاون والاتصال يومي. غني طبعا عن البيان إن جميع أجهزة المعلومات في وزارة الداخلية بتمدنا بكل ما لديها، وكل الأجهزة الفنية اللي موجودة في الوزارة مسخرة لخدمة هذا الأمر. توجيهات السيد اللواء مجد عبد الغفار وزير الداخلية الدعم الكامل والتعاون الكامل والتنسيق الكامل وكل الإمكانات البشرية والمادية المطلوبة للمواجهة بتسخر إلينا. من خلال السيد اللواء مساعد وزير للأمن الاجتماعي بيتم عرض كل المعلومات الخاصة بالإدارة على السيد الوزير، وبيتم عن طريق السيد اللواء مساعد أول وزير للأمن التنسيق بين كافة أجهزة الوزارة في هذا الشأن، قطاع الأمن العام، قطاع الأمن الوطني، قطاع الأمن المركزي، قطاع أكاديمية الشرطة، وطبعا كلاب الشرطة الخاصة بالكشف عن المخدرات لها دور كبير جدا في هذه القضية وفي قضايا أخرى كثيرة وفي كل المجالات. أيضا جميع مديريات الأمن اللي بتشملها المهام بتاعتنا بيكون في كل تنسيق وكل تعاون وكل دعم وكل مشاركة. طبعا الحملة اللي شنت أول أمس الحقيقة الجديد فيها أنها كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بتشمل بتقسم الجمهورية جغرافيا إلى 5 قطاعات، كل قطاع يرأسه مساعد مدير. هذه الحملة وهذه المأمورية شملت كل قطاعات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، 5 قطاعات: قطاع جنوب الصعيد أو قطاع الصعيد، قطاع القناة وسيناء، قطاع شرق الدلتا، قطاع المنطقة المركزية، وقطاع غرب الدلتا. كافة القطاعات عملت في هذه الحملة وشاركت، لأني طبعا ده هذا التشكيل اللي احنا بصدد الحديث عنه هو تشكيل عصابي مكون من لبنانيين ومصريين وطبعا بمعاونة من بعض الجنسيات الأخرى كالمغاربة والليبيين. بعض هؤلاء الأفراد التابعين للتشكيل متواجد في مطروح وآخرين بالسويس وجنوب سيناء وبني سويف والقاهرة والشرقية. 6 مديريات أمن شملوا 5 قطاعات في إدارة عامة لمكافحة المخدرات اشتركوا في جمع المعلومات والتحري وتنفيذ المهام في هذا الأمر. المعلومات الواردة إلينا طبعا إن زي ما أنا قلت لحضراتكم في استهداف لبلادنا من ناحية المخدرات، في استهداف عالي جدا، في كميات كبيرة جدا من المخدرات دائما وأبدا محاولة لتهريبها عن طريق البحر أو عن طريق البر. في هذه المرة المحاولة كانت مزدوجة، تهريب مخدرات قادمة من لبنان لترويجها داخل البلاد، ومخدرات أخرى قادمة من دولة المغرب مرورا بليبيا، ودي كانت مخدرات من نوع آخر، هي مخدر حشيش وإنما تالف غير صالح للاستخدام لسوء التخزين ولفترات طويلة. طبعا حصل له عوامل تعرية من مية من خلافه كل هذه الأمور، وللأسف الشديد جدا هذه المخدرات الفاسدة حتى لا يعني فضلا عن أضرارها كمخدرات فهي مضرة بالصحة العامة لأنها فاسدة. فطبعا دي تم تهريبها إلى داخل البلاد وأعدوا مكان لإعادة تدوير وهذه المواد، وتضاف إليها مواد طبعا محسنة ومواد أيضا ضارة بصحة الإنسان، وأعدوا مكان لتصنيع لإعادة تصنيع هذه المخدرات التالفة. المكان ده الحقيقة كان اختياره يعني دقيق جدا، هي منطقة صحراوية تقع ما بين طريق الكريمات الزعفرانة والكريمات أسيوط، في منطقة صحراوية فيها جبال طفلة وفيها مصانع أسمنت، وهذه الجبال يعني يتم استخراج الطفلة اللي بتدخل في صناعة الأسمنت وعوامل، وكانت مخرات سيل ومنطقة وعرة جدا والتربة فيها هشة وصعب السير فيها وصعب الوصول. اختاروا المصنع بتاعهم في هذا المكان، وطبعا
والمعدات تم استجلابها من الخارج، اتهربت بعضها عن طريق السودان خلال الدروب الصحراوية، والمواد المخدرة تم توفيرها تهريبا أيضا من دولة المغرب وعبورا بالأراضي الليبية. التشكيل العصابي يتزعمه لبناني هو اللي بيقوم بعمليات الجلب والتمويل، للأسف وهو مقيم في مصر وله مشروعات اقتصادية كبيرة، ولكن هو للأسف أساء التواجد في مصر وبدأ يبث أنشطة ضارة بالمجتمع المصري. وتزعم هذا التشكيل مع بعض المهربين من أهالي، من شخصين من جنوب سيناء ورابع من مطروح، وهم دول الأساس في عملية إعادة التصنيع وتهريب المخدرات. فور ورود المعلومات طبعا تم عرض الأمر على السيد اللواء مشار وزير لقطاع الأمن الاجتماعي، وسيادته أشرف على تنفيذ خطة الإدارة في هذا الشأن، وكان يتولى العرض على السيد الوزير أولا بأول، وطبعا وتم التنسيق مع مختلف قطاعات وزارة الداخلية زي ما أشرت لحضراتكم، وتم طبعا تتبع ومراقبة نشاط هؤلاء الأفراد بكافة الوسائل الفنية والمراقبة الأرضية، وتم من خلال المراقبة تحديد مكان المصنع، وتم ترقب وصول المعدات، وتم أيضا تحديد أماكن تخزين أنواع المخدرات المهربة من الخارج في الصحراء الواقعة بين القاهرة والسويس على طريق السويس في منطقة صحراوية مجاورة لأحد المدن الهامة. وطبعا عند اكتمال خيوط القضية وتأكدنا من وصول كافة المعدات وبدء تشغيل هذا المصنع على الفور، تم إعداد خطة لتنفيذ الحملة بعد استئذان معالي المستشار النائب العام، لأنه طبعا هذا الأمر كان يتطلب تدخل سيادته شخصيا لأنها تقع في اختصاص أكثر من محامي عام أول، ولازم يبقى الإذن صادر من السيد المستشار النائب العام. وعلى طول تم تحديد ساعة الصفر، وتم مداهمة كافة الأهداف وكافة المناطق والمصنع، وكل ده في آن واحد. وده الحقيقة بيعكس تناغم مهم جدا بين كافة فروع إدارة المخدرات وأيضا مع كافة مديريات الأمن وقطاع الأمن المركزي اللي شارك في كافة هذه المأموريات، أيضا أكاديمية الشرطة وإدارة تدريب الكلاب اشتركت في كافة هذه المأموريات، وكان ليها دور كبير جدا في الكشف عن أماكن إخفاء تلك المخدرات. الحقيقة خطورة هذا الأمر إن هو طبعا توجه جديد خالص، إن إحنا لأول مرة يعني يتم إعداد مصنع بهذا الشكل. طبعا في محاولات كثير لغش المخدرات بأنواعها، وإنما كلها طرق بدائية. في هذه المرة طبعا هم تمكنوا من إنهم يدخلوا معدات وماكينات خاصة بعمليات الفرم والخلط والتقطيع والكبس، يعني كثير من المعدات، وحضراتكم طبعا أكيد شفتوها موجودة لسه ما زالت. الحقيقة أن النيابة العامة وفرت عدد كبير من السادة أعضاء النيابة للتحقيق في هذا الأمر، ولسه لم ينتهوا حتى الآن من عمليات التحقيق نظرا لتشعب الأنشطة وكثرة المضبوطات اللي موجودة في هذه القضية. ما ضبط في هذه القضية حوالي 3 طن 750 كيلو من مخدر الحشيش، وحوالي 3 مليون قرص من عقار الكبتاجون اللي كانوا أيضا بيعدوا بعض الماكينات داخل هذا المصنع لتصنيع هذا المخدر محليا. وطبعا دي لسه ما تمتش هذه المحاولة، لكن الكبتاجون اللي تم ضبطه ده كان مهرب إلينا من دولة لبنان، وكان مخزن مع مخدر الحشيش. تم ضبط حوالي 3 مليون قرص من عقار الكبتاجون. وطبعا خطورة الكبتاجون كمان انه هذا المخدر ليس له طلب في 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 مصر، ولكن هو طبعا بيتم تهريبه الى دول الخليج لانه في طلب عليه هناك، ولكن هو بيمر من خلال البلاد عندنا عشان يعبر.
ودي خطوره بالغه جدا، لان مرور المخدر طبعا عمليه صعبه وعمليه يعني فيها خطوره عاليه جدا، لانه باستمرار هذا الوضع يبقى لازم هيحصل طلب عليه وهيحصل استخدام له. فاحنا طبعا من هذا المنطلق بنهتم اهتمام شديد جدا بهذه الامور. طبعا تم ضبط كميات من الماكينات، محول كهرباء بس لوحده ممكن كافي لاداره عده مصانع يعني بقدره عاليه، ويعني ثمنه تجاوز تقريبا 1.5 مليون. في طبعا ماكينات مستورده وموجوده في العمليات الخلط والعمليات الفرم والعمليات التقطيع، يعني في كل مراحل التصنيع. ماكينه ايضا لتصنيع اقراص عقار الكبتاجون، كل ده كان موجود داخل المصنع. كميه المخدرات المضبوطه دي طبعا 4 طن حشيش، كل طن بيطلع من جيوب المصريين حوالي من 80 ل 100 مليون جنيه، يعني تتجاوز النص مليار جنيه المضبوطات في هذه القضيه. ايضا تم ضبط مبالغ ماليه كبيره، اكثر من 600,000 دولار امريكي واكثر من 8 مليون جنيه مصري واكثر من 100,000 ريال سعودي، ده غير عملات اليورو والعملات السودانيه. الحقيقه احنا بنعتبر ان القضيه دي جرس انذار لينا احنا الاول، لان احنا نبقى عارفين ان احنا قد ايه حجم الاستهداف اللي موجود في مصر. مش هيكتفوا بان احنا كمان يبقى في طلق يعني اغراق الاسواق التجار غير مشروع بانواع مخدرات، لا كمان ده المخدرات التالفه جايه عندنا عشان تخلط بمواد ضاره بصحه الانسان، ويبقى الضرر مزدوج، ضرر على الصحه العامه وضرر المخدرات التقليدي. الحقيقه كمان جرس انذار لينا كشعب، وان احنا لازم يكون عندنا وعي. صحيح احنا بنبذل مجهود، صحيح احنا بنعمل محاولات، ولكن الحقيقه هذا المجهود وهذا العطاء وهذا النجاحات اللي بتتم دي مش كافيه لان احنا نقدر نسيطر على هذه المشكله. لازم الوعي لدى الناس. للاسف ان في كثير من طبقات في الشعب المصري بيستخدموا العقاقير المخدره للتداوي، وده طبعا نتيجه عدم توافر الوعي الطبي والصحي. في كثير من الشباب بيتعاطى المخدرات لاسباب ظروف صحية الاجتماعية والظروف الاقتصادية اللي بنمر بيها، ولكن طبعا احنا محتاجين توعية، محتاجين فهم، محتاجين ان احنا نفرق بين الغث والسمين، محتاجين ان احنا يبقى عندنا مقاومة لهذه الافات اللي هي بتستهدف تقويض مجتمعنا وتقويض قدراته. لازم يبقى عندنا الوعي ده، ده مش هيقل ابدا خطورة عن الارهاب وعن الامور اللي بتمر بينا حاليا. احنا طبعا مع كل تقديرنا للجهود المبذوله من كافه الاجهزه وضباط اداره المخدرات والافراد والمجندين وكافه العاملين بيها، ويكفينا نجاحا ان احنا قدرنا ننفذ ماموريه على مستوى الجمهوريه في منتهى الدقه، في منتهى الحساسيه، في منتهى السريه. الحقيقه ده شيء نجاح. احنا طبعا افراد التشكيل ده ايضا كانوا بيعدوا اسلحه ثقيله وجرينوف عشان مقاومه القوات اذا في حاله المداهمه، لكن احنا بفضل الله قدرنا نخرج من هذه الماموريه بدون خسائر، وضبطنا اهم العناصر، 8 من العناصر الهامه جدا في هذه القضيه. استمرار متابعه، احنا عندنا معلومات، المعلومات متوفره على مستوى الجمهوريه، ما فيش حد ابدا بيمارس نشاط ضار في نشاط المخدرات الا ونظرنا عليه، وانما هي طبعا التوفيق من عند الله سبحانه وتعالى والوقت المناسب للضبط، وطبعا يعني نحن لهم بالمرصاد، انما احنا برضو محتاجين للدعم، الدعم كل الدعم من الشعب، الدعم كل الدعم من توعيه الناس، وده دور الاعلام، وده دور الاعلام، وده دور الاعلام، لان الاعلام هو اللي بيوجه وهو اللي بيشكل وهو اللي بيعمل كل هذه الأنشطة. وإحنا طبعا دي رسالة نؤديها نحو أولادنا وأوطاننا قبل ما تكون هي
وظيفة، سواء كنا كمسؤولين عن المكافحة أو الإعلاميين. أيضا أنبه إلى الإنتاج الإعلامي، أنبه إلى الأعمال الدرامية. هذه الأمور تنطوي، هو يعني تنطوي في داخلها عن حس وتحريض على تعاطي المخدرات. هذه الأمور لابد إن احنا نكون عندنا وعي تجاهها. إذا كان ما يقال إن الثقافة أو العمل الفني بيعكس صورة المجتمع، طب افرض إن المجتمع ده في حالة هبوط، يبقى وظيفة الثقافة إنها تطلع بالمجتمع وتصعده، مش هي اللي تنزل له وتظهر أنشطته بهذا الشكل. لا، ده دورك الصحيح إنك تنهض بهذا المجتمع، مش الثقافة اللي هتنزل، لا، الثقافة تنهض بالمجتمع. أعتقد ده فهم صحيح، ولازم نبقى عارفين الرسائل اللي احنا بنبثها لأي فئة وأي إدراك وأي ظروف اجتماعية واقتصادية احنا نمر بيها. لازم يكون عندنا وعي بهذا الأمر، وإحنا إن شاء الله يعني متفائلين إن اللي جاي أفضل. وإحنا يعني كتر هذه القضايا لا يزعجنا إطلاقاً، كميات اللي بتضبط كبيرة، الأنشطة متسعة جداً، لكن إحنا طالما بنضبط وطالما بنبدأ إن شاء الله قريباً هنحس بالفارق اللي موجود. ويمكن أنتوا حضراتكم ولمسين وعارفين في بعض أنواع المخدرات حصل فيها تحسن كبير جداً، زيادة الترامادول، حضراتكم مدركين وبتتابعوا وعارفين إن الترامادول ده ان شاء الله هيبقى في يعني تقلص كبير جدا، والمتابع هيعرف ان هذا الكلام صحيح، وان شاء الله الحشيش هيبقى كده. وهذه الضربات وغيرها من الضربات القادمه قريبا ان شاء الله هيكون ليها دور كبير جدا ايضا في هذه الافه. الهيروين المخدر الاكثر خطوره للاسف برضو احنا مستهدفين به، والهيروين احنا يعني ان شاء الله هيبقى برضو في ضربات مؤثرة في اتجاهه، في معلومات موجودة وكل الأمور مرصودة، وإن شاء الله هيبقى في تحسن في هذه الأوضاع بفضل الله سبحانه وتعالى وبوعي الشعب ده ومجهوداتكم وتوعيتكم. وكل أجهزة الإعلام لها دور لا يقل أبدا بل يزيد عن دور أجهزة المكافحة. أنا بشكر حضراتكم على تشريفكم، وأنا بدعو حضراتكم بس هنشوف فيلم قصير كده عن أحداث هذه القضية.